اللي بغيت نقول لك واللي بغيت ناكد لك وهو ديك الاخت اول حاجه ما تنعرفهاش يعني ديك الاخت ما تنعرفهاش كتجي كتبان لي دايزه من هنا من الدرب وهادي. وثالث حاجه ديك الاخت ما عندهاش شي حاجه اللي غتدخل ليا في حياتي. بنادم حنا كنعرفوا بنادم الا بغى شي حاجه كيقصدها، الا بغى شي عمل خيري كيقصدو، ماشي كيدير كيجبد بنادم باش يتعاملوا معاه الناس. حيت حنا دابا في المغرب الحمد لله ابار على الجمهور ديال اللي كيحبني داخل الوطن وخارج الوطن، مش انا كنحبو. اللي بغيت نقول لك وهو حنا في المغرب دابا خويا الا بغينا الا كان شي واحد داير البوز وبغينا شي حاجه خصنا نجبدو باش ناخذوا ديك الحاجه، اش فهمتيني؟ المرجو من الناس اللي باغات تاخذ شي حاجه ما تشوفش الناس اللي دايره البوز، تقصد وتدوز وتاخذ هذيك الحاجه بلا الناس ديال البوز. شكرا لكم اخويا.